عمران حكت لزوار الرواق المغربي قصة مجموعة وحدت 10 مؤسسات عمومية وشرعت في تقوية تدخلاتها من السكن المنخفض التكلفة إلى بناء المدن الجديدة وتجهيز الأحياء الهامشية. منذ 4 سنوات وجمهورية الرأس الأخضر تتابع باهتمام كبير برنامج السكن في المغرب الذي يعرف عدة تطورات، وهو أمر جيد ينبغي العمل به لتحسين جودة الحياة للساكنة. هذا اليوم اللي انضمته العمران في هذا المنتدى الحضري العالمي اللي كانت واحد يعني المشاركة الحمد لله ناجحة ديال المغرب. انتم شفتوا الزيارات اللي كانوا، جاء نائب رئيس الدولة، وزراء، خبراء يعني عالميين. إذا كان بعد التبادل ديال الخبرات والتجارب بين كل الدول اللي تتشارك في هذا المنتدى العالمي، كان اكثر من 10,000 ديال الناس اللي تاي، وكذلك تيمكن المغرب باش يقدم يعني الانجازات ديالو والاوراش المهمه اللي فاتح في الميدان والمجال ديال التنميه الحضريه، ديال التنميه البشريه. نتائج محاربة السكن غير اللائق أثمرت وأصبح معترفا بها دوليا. ما كاينش دول كثيرة في العالم اللي يمكن لك تقول أن كاين مؤسسة اللي كتجي وتخلق 10 المدن جديدة. الآن عندنا تامسنا، تامنصور، شمال المغرب. هذا المثال كنعطيوه للدول الأوروبية المتقدمة النامية وحتى الإفريقية، لأن كاين طلبات كثيرة جاية من إفريقيا بهذا الديالوج، يسمح جنوب جنوب، اللي كيطلبوا منا الإعانة ديال المغرب وتجربة المغرب، والعمران دابا يعني سباق في هذه التجربة. نحن هنا كبرلمانيين نمثل مجلس المستشارين من أجل الدفاع عن التجربة المغربية في مجال التعمير، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الممارسة. وتبقى مؤسسة العمران كمؤسسة عمومية تشتغل في هذا المجال تجربة رائدة، ولاحظنا هذا من خلال النقاش مع الوفود الذين أكبروا التجربة المغربية. لمحاربة السكن غير اللائق بين يدي العمران خصص مبلغ 20 مليار درهم. مؤسسة العمران هي الذراع الحكومي الأساسي المكلف بإنجاز برامج الإسكان. منذ 2004 وإلى حد الآن استطاعت إعادة إسكان أزيد من 200,000 أسرة، وهو ما يشكل حوالي 80% من البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح. من نابولي الإيطالية، عبد المجيد حلاوي وياسر الدغمي للأول.